الصيام عبادة رائعة أيها الأحبة. لا، أنا حقيقة لم أشعر بلذة هذه العبادة إلا بعد أن تأملت الفوائد والأسرار والكنوز والأشياء الرائعة الموجودة في الصيام، كنت غافلا عنها. العلم الحديث كشف لنا الكثير من الحقائق حول الصوم. يعني أنا مثلا عندما أعلم أن جامعة عريقة تم تصنيفها رقم واحد على مستوى العالم وهي جامعة هارفارد، عندما أعلم أن مثل هذه الجامعة أصدرت دراسات عن الصيام، الذي كتب هذه الدراسة منبهر بفوائد الصيام. هو يقول: أنا لا أكاد أصدق أنك بمجرد أن تمتنع عن الطعام والشراب أن جسدك يحصل على هذه الفوائد الهائلة. علماء الغرب أيها الأحبة اليوم في جامعات أمريكية وبريطانية وأسترالية، وهناك جامعة ألمانية أيضا وجامعة يابانية، قامت بدراسات عن الصيام، وحتى الآن لا زالت الدراسات مستمرة. وأنت تسمعني الآن أخي الحبيب، هناك من الباحثين والعلماء من يقوم بدراسة أسرار الصيام، لأنهم لم يكتشفوا كل شيء، هم اكتشفوا القليل جدا من فوائد هذا الصوم. لذلك أنا لن أطيل عليكم، سأخذكم بسرعة في جولة رائعة إلى هذا العالم العجيب. الحقيقة أحبتي في الله، الحقيقة الطبية التي أود أن أتأملها معكم حقيقة زيادة مناعة الجسم أثناء الصيام. يؤكد الأطباء أن الصوم ينشط النظام المناعي لدى الصائم بدرجة كبيرة، وبالتالي فإن مقاومة الجسم تزداد ضد جميع الأمراض، ولذلك يمكن اعتبار الصيام سيد الأدوية بلا منازع. ارجعوا إلى صفحتي على فيسبوك ويوتيوب، الفيديو الذي عملناه قبل فترة، أن الصيام المتواصل لمدة 3 أيام يجدد نظام المناعة بالكامل، وهي دراسة أمريكية قام بها عدد من الباحثين، منهم البروفيسور لونغو الذي يعالج مرضاه مرضى السرطان بالصيام فقط. عندما يتضور جسدك جوعا، اعلم أن النظام المناعي بدأ يتجدد، وبدأت تتشكل خلايا مناعية جديدة، وبدأت الخلايا القوية تأكل الضعيفة، يعطيك إحساس الجوع. لذلك لا تنزعج إذا جعت، افرح وأنت صائم عندما تجوع، هذا إشارة على أن جسدك يعمل بطريقة صحيحة، أن الكبد يتخلص من السموم، أن الخلايا الشاذة والهرمة والضعيفة بدأت تصبح وجبة شهية للخلية القوية والخلايا النشطة والقوية، وبالتالي القضاء على الالتهابات والأمراض والسموم، المؤشر له هو الجوع. لذلك لا تحزن ولا تنزعج إذا جعت أثناء الصيام، هذا مؤشر جيد. وهذا الكلام أنا أنقله من البروفيسور لونغو طبعا، الذي يعالج مرضاه مرضى السرطان بالصيام. طيب، هناك أيها الأحبة حقيقة ثانية اليوم بسبب الحروب، ونحن نتابع حرب روسيا وأوكرانيا وبعض الحروب في العالم الإسلامي، التلوث الذي نعيشه اليوم، التجارب النووية، كميات هائلة تضخها المصانع والسيارات والتجارب العسكرية والحروب والأسلحة، كلها تضخ كميات هائلة من الملوثات. في ظل هذا التلوث والتسمم البيئي والتغير المناخي، فإن أجسامنا تمتص كمية من السموم عبر الهواء والماء والغذاء، ويؤدي تراكم هذه السموم إلى أمراض خطيرة مثل الشيخوخة المبكرة والسرطان والموت المفاجئ. هناك نتائج مهمة جدا أجريت على الصيام، جاءوا بأناس وبدأوا يصومون على الطريقة الإسلامية 12 ساعة كل يوم تقريبا، امتناع كامل عن الطعام والشراب. ماذا كانت النتيجة أيها الأحبة؟ تبين أن الصيام هو الوسيلة الوحيدة التي تمكن خلايا الجسم من التخلص من كافة المواد السامة المتراكمة بأمان وبدون أي آثار جانبية. سبحان الله، يعني هذه نتائج رائعة. لذلك العلماء يقولون إن الصوم هو أقوى سلاح لعلاج التسمم. إذا نحن اليوم بحاجة لأن نتخلص من سموم من الناتج عن التلوث. الجسم بمفرده لا يستطيع أن يتخلص من السموم، أكاسيد الرصاص والزئبق ومواد أخرى كلها سامة تدخل وتخزن داخل هذا الجسد، ولا يستطيع الجسم أن يتخلص منها. نتائجها تظهر على شكل إعياء وتعب، وتشعر أنه لا رغبة لك بالحياة. السبب أيها الأحبة هذه السموم، الصيام يخلصك منها. انظر، لذلك شهر كامل، شهر رمضان، كفيل بأن يكون بمثابة صيانة سنوية لجسدك. كل سيارة تحتاج لصيانة، الجهاز يحتاج لصيانة، الموبايل يحتاج لصيانة، أي شيء يحتاج لصيانة، الجسد يحتاج. فعندما فرض الله علينا الصيام، فرضه لأن الله هو الذي خلق هذا الجسد، وهو يعلم أنه بحاجة لهذه الصيانة الدورية. يأتي بعض العلمانيين بغباء، يقول لك
الصوم ليس له فائدة، يترك كل هذه الدراسات، لا يعترف بجامعة هارفارد ولا يعترف بكل الجامعات، مئات الجامعات في العالم التي أجرت أبحاثا على الصيام، لا يعترف بالباحثين والمشافي التي تعالج مرضاها بالصيام فقط، يرمي كل هذا عرض فقط ليقول لك أن الإسلام غير صحيح، هو يتبع الهوى، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هنا أيها الأحبة حقيقة طبية أيضا، أنا أود أن أقول لمن يعاني من مشاكل في القلب، القلب عضلة رائعة جدا، من أهم عضلات أو أهم قطعة في الجسم، أهم من الدماغ لأنه هو الذي يغذي الدماغ. القلب يبدأ منذ أن يكون عمرك تقريبا 4 أسابيع وأنت جنين في بطن أمك، يبدأ بضخ الدم دون توقف خلال 60-70-80 سنة، كل عمرك لا يتوقف ولا ثانية، هو يضخ باستمرار. هذه العضلة التي تحرك الدورة الدموية في الجسم، عليها أعباء كثيرة، فلذلك تحدث فيها اعتلالات، تحدث مشاكل في نظام ضربات القلب، تحدث انسدادات معينة، تحدث تراكم لدهون معينة، مشاكل كثيرة، مشاكل القلب أيها الأحبة. مئات الأبحاث تؤكد أن الصوم يساعد على تنظيم عمل القلب وعلاج أمراضه واضطراباته، وهناك أبحاث تؤكد أن الصوم يقي من تصلب الشرايين واحتشاء العضلة القلبية. لماذا؟ لأنك عندما تصوم 16 ساعة أو 17 أو 18 أو 14 ساعة الصيام الإسلامي، الامتناع الكامل عن الطعام والشراب، انظر أخي الحبيب، أنت تعطي فرصة لهذا القلب أن يرتاح، والقلب كلما أدخلت الطعام الجسم سيقوم بتفكيك هذا الطعام وإرسال المواد المغذية عبر الدم، الكبد سيعمل، البنكرياس سيعمل، المعدة ستعمل، الجهاز العصبي سيعمل، القلب، الرئتين، الدماغ، كله يعمل. هذه الأجهزة تحتاج لفترة راحة هي الصيام، يرتاح، فيبدأ الجسم ينظف نفسه، يهضم هذه الدهون، تعطيه فرصة للتنظيف. تخيل أنك أنت تأتي مثلا في بيت ترمي فيه الزبالة ثم تقول نظف، ينظف جزء توسخ جزء آخر، ينظف هذا الجزء تعطيه من هنا، ينظف من هنا ترمي عليه القمامة من هنا، سيتعب هذا الذي ينظف. هكذا الكبد أيها الأحبة، كبد مهمته أن ينقي وينظف الجسم من السموم والأشياء هذه، فأنت ترهقه باستمرار، ترهق عضلة القلب باستمرار، فالصيام فترة راحة. لذلك أنا متأكد 100% أن الصيام مفيد للقلب، والدراسات كثيرة جدا، يعني يكفي أن تجلس وتبحث على الإنترنت، اكتبوا مثلا فوائد الصيام في إطالة العمر. نحن نعتقد طبعا أن الأعمار بيد الله وأن الأجل ثابت، لكل أجل كتاب، ولكن سبحان الله الموت له أسباب أخي الحبيب، والله سبحانه وتعالى يعني يضع أسبابا للموت، نحن قدرنا بينكم الموت، مقدر نظام، يعني له نظام الموت، فأنت عندما يكتب الله لك طول العمر يلهمك كثرة الصيام ليكون سببا في طول عمرك. فهناك كتب أنا قرأتها لأناس غير مسلمين، أن الأشخاص الذين يصومون بانتظام ولفترات محددة خلال السنة يعيشون أكثر من أولئك الذين لا يصومون أبدا. طب أنا أريد هذا العلماني أو الملحد الذي يقول يا أخي لماذا تصومون وتتعبون أنفسكم، نقول له اقرأ كتب زملائك من الملحدين، لا تقرأ القرآن، اقرأ ماذا يقول الملحدون والعلمانيون من العلماء ماذا وجدوا عن الصيام. لذلك الله عز وجل قال إلا الصوم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. سبحان الله، عبادة مهمة جدا أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أكد عليها القرآن. فلذلك أخي الحبيب استفد من هذه العبادة الرائعة، وأقول إنك إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة مطمئنة أكثر من الصيام، أكثر. النبي عليه الصلاة والسلام كان معظم وقته يصوم، ولكن لا يلتزم بالصيام شهر كامل إلا في رمضان، ولكن معظم شهر شعبان تجده صائم، كثير من الأيام يصومها، اثنين وخميس كان يحرص على ذلك، أيام البيض الثلاثة 13 14 15 من كل شهر. فإذا اقتدي بهذا الحبيب، وتذكر دائما وأنت تصوم قول الله تبارك وتعالى الذي خاطبنا جميعا وقال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.